بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في محل كوكتيل بدمنهور ليوم الخميس 13 اكتوبر لسنه 2022، عندنا مجموعه جميله جدا من القطط الشرازي بجميع اشكالها. عندي الهيمالايا، وعندي الانجليزي، وعندي الشرازي التركي، عندي كل الالوان. النهاردة اليوم الخميس 13/10 لسنة 2022، وانا بأكد ليه على الميعاد وبأكد ليه على اليوم عشان في ناس بتخش تقول ده فيديو قديم. لا، احنا بنعمل الفيديو مباشر اول باول، يوم بيومه. كمان يا جماعة بنقول للناس اللي حابة تربي في التوقيت ده، افضل توقيت لتربية القطط، ولا حر قوي ولا برد قوي، مفيش حرارة شديدة ومفيش برد شديد، جو خريفي جميل جدا نقدر نربي فيه القطط، والقطط كمان تبقى صحتها كويسة جدا وتعدي وهي في عمر صغير المرحلة الطبيعية الجميلة جدا ليها. في ناس كمان كتير بتسأل يا أستاذ هيثم، دلوقتي بالنسبة للقطط الصغيرة 45 يوم، ايه التطعيمات المناسبة ليها؟ بداية التطعيمات المناسبة للقطط بتكون تطعيم الديدان، بيكون كويس جدا في المرحلة السنية الصغيرة، وبعد كده بيكون التطعيم الرباعي، وبعد كده بيكون التطعيم الرباعي. هوريكم مجموعة القطط اللي عندي النهاردة، وهوريكم الأشكال بتاعتها ايه. هنبدأ بالقطة الرائعة دي. بصوا يا جماعة اللون اصلا عامل ازاي، لون جراي متداخل مع درجة اللون البني. في ناس تشوفه جراي وفي ناس تشوفه بني. شايفين العينين، شايفين الودان، شايفين النظافة، وده ولد. شايفين طول الشعر، ده بنقول عليه شرازي تركي. شرازي تركي اصلا قط بيكون هجين من القط الشرازي اللي هو اصل بلده بلاد فارس او شيراز في ايران. لما حصل الثورة الإيرانية، حصل إن ناس كتير من العائلة المالكة عندهم هناك في إيران سافرت، ومعاها طبعا الحيوانات الأليفة الخاصة بيهم زي القطط الشرازي البيور بتاعتهم. حصل إن القطط ديت لما هم هاجروا أو سافروا من إيران راحوا تركيا، حصل هجين ما بين القطط الشرازي بالقطط التركي، وبكده بقى عندنا الهجين اللي احنا بنشوفه ده اللي هو الشرازي تركي. شرازي تركي. ندخل تاني قطة عندنا، وهي القطة الهيمالايا المعروفة بلونها الجميل، لون كافيه كده، ودان بتكون بني، عينين بتكون زرقاء. طبعا لازم نلاقي اعماص بسيط كده، وده نتيجة ان القطط بتبقى عينيها حساسة وهي لسه سنها صغير. ودي بنوتة، اللي عايز بنت هيمالايا موجودة عندنا في محل كوكتيل بدمنهور. شايفين يا جماعة الالوان والنظافة. هخش بقى كمان على، احنا بنقول هنا ده شرازي تركي، وحكيت لكم القصة بتاع الشرازي التركي ده جه ازاي، وكمان ده هيمالايا، وبعد كده هوريكم الانجليزي. ده القط ده المتبقي من المجموعة اللي فاتت، يمكن حظ وحش شوية انه ما اتباعش مع الدفعة اللي فاتت، بس احنا بنقول كل حاجة ليها رزقها. قط انجليزي اللون بنقول عليه اللون الازرق او اللون الرصاصي الداكن او الرمادي الداكن، ده بيكون ميال اكتر للون الازرق. وده ولد زي ما انتم شايفين، العمر 50 او 52 يوم، والقط بيتكلم عن نفسه من جماله ومن حلاوته. القطط دايما تحب اللي يناغشها، تحب اللي يلعب معاها. هندخل بقى على فئة من فئة القطط التركي اللي بنقول عليها صفة الرغدول. صفة الرغدول بنلاقي القطة ميكس زي كده، اللون بتاعها كده، نص الودان بتبقى واخدة نص لون ونص لون، الراس نفس القصة بيبقى عليها رسمة ابيض في النص وبيبقى حواليها كافيه كده، ودي برضو بنوتة. الناس اللي عايزة رغدول، القطة جميلة جدا 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 زي ما انتم شايفين، اللون بتاعها كمان رائع جدا، ابيض في ميكس بيج
في ودان بني في عيون زرقاء، من الحاجات الجميلة جدا. نيجي للقطة الأخيرة عندنا النهاردة وهي دبدوبة كده، دبدوبة في نفسها. أنا لو وريت لكم هي واكلة قد إيه وعندها كرش قد إيه، دي رهيبة جدا. دي برضو من الحاجات الرغدول، وزي ما اتفقنا العماص ده بيكون نتيجة إن القطط وهي صغيرة بتكون عينيها حساسة. بننصح إن القط هو صغير بنجيب له توبرين أو توبراديكس أو ديكساترول، ودي قطرات بيكون فيها مضاد حيوي نظيفة جدا جدا للعينين وبتعمل مقاومة للعين. برضو القطة لونها أبيض فيها اللون البيج، تمام. الودن زي ما انتم شايفين، اللون العين أزرق، تمام. قطة بتتكلم عن نفسها. المجموعة دي النهاردة موجودة عندي في محل كوكتيل بمدينة دمنهور. للتواصل 011-40-80-70-60، للتواصل 011-40-80-70-60، او ادخلوا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك اسمه كوكتيل دمنهور لطيور الزينة واسماك الزينة والحيوانات الاليفة. اي حاجة انتوا حابين تسألوا عنها او تستفسروا عنها ممكن تبعتولي على الواتس، ممكن تبعتولي على الواتس على نفس الرقم 011-40-80-70-60. اسعار القطط يا جماعة اصلا بتختلف من قط لقط لقط. في قطط بتبقى رومي، دي قصة وسعر. فيه اللي بيبيعها ب 150، فيه اللي بيبيعها ب 200. في قطط شرازي بتعمل 300 الى 500، وطبعا في ارقام بنسمعها عن القطط ممكن توصل ل 10 و12 و15 الف، لان كل قطط شرازي اللي موجودة او متاحة في السوق في منها طفرات بتنزل، في منها بيجي من الخارج باسعار مبالغ فيها شوية، بس كل حاجة وليها سعرها. بس 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 بتخانقوا ليه؟ بتخانقوا ليه وانا لازم اسلك بينكم كل مرة انتوا الاثنين؟ وانت ما تخش سلك بينهم كده، انت مفروض يعني انت القدوة اللي موجودة في المكان. البنت بتضرب الولد، عشنا وشفنا. خلاص خلاص هدي اخلاقك، اهدي شوية اهدي شوية، فضحتينا، احنا بنعمل فيديو. ايوه كده تعالي. كل ده موجود عندنا في محل كوكتيل بدمنهور. شكرا ليكم. احنا بصراحة على اليوتيوب ما بنكملش غير بتعليقاتكم وبالحاجات الجميلة اللي انتم بتبعتوها لنا. بجد انا بشكركم على يعني حسن استماعكم وحسن مشاهدتكم للفيديوهات بتاعتنا، وكل سنة وانتم طيبين.